للمعهد الوطني للدفاع. وأكد رئيس الجمهورية المؤقت بهذه المناسبة أن اختيار موضوع هذه الدورة ينبع من طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد والمنطقة العربية من خطر التطرف، ومنبها من خطر التطرف والإرهاب، وشد المرزوق على ضرورة وضع استراتيجية استشرافية تقوم على الحكم الرشيد وترشيد قطاعي الأمن والدفاع. اعتصمت مجموعة من عمال إحدى الشركات البترولية العاملة بحقوق النفط بولاية تطاوين أمام مقر الولاية احتجاجا على